بسم الله الرحمن الرحيم ما كلمتي وناكسن او وعن اذا لهان دد كان داوانا يوم الكسو اد جوجتان كنا سو دواده ورك يونيفرسال اي خليغان او دين كغا ايمانايا استوديوسا كو يالا مغالدا لندن انا وا تول واينا وان ادلا سوسيريا قودوبدا وراركا اوغو دورونا وها كاميدا مدحونا جمهورية دا صوماليا محمد عبد الله فرماجو يا رئيس الوزراء حكومة دا صوماليا حسن علي غيره يا كقب قرية مناسبة لقوم جعابي قد قرن اتاكل انت عيد مدى قرب كسيدة تاسوك اللعدة مقالة دا مقدشو وزيركا وزارة دا شقضي عرمها برشادة الصومالي لان محمد عبد الله أبسية وربعين دا لهد ليا ايا كهد لي حبك شقا قرست ايه دو اي سميان وحانا اوشيغي ان هي اده لو قبا هيا هي ان اجرائد كا اي كسو قران نوع شقو اي دولة يان مدلبات وضبات كهر انتا بدا قيمها قناعسيقا مقالادا بوساسي حرونتا قبل كبري ايا حرينكا دماركي قناعسطا دا قداها بوساسو اي عباشاح وقن كموجيين لعاقا ديري اه امامون قبليت كبودلان كسو رغي وزيركا ازقارسين تا مامون قبليت كوفر قلبيت او وريسي قارسين ايا تيبيغا يونيفرسال ايا وحوكا دي شرعيقا ازقارسين تا ادوان لفلايو انلو هرقو يبارلمانكا صوماليا وحانا او كعوس دا دولة الصومالية ان لو قبها هيا اني داقي ستطلو ينك اللو سو جيدين ايو انتا سيداو دا الوحي اهيا قضبا دا ورانك اقوا وين هاتا نيساقي او في السنة مدعوينها جمهورية دا فدرالك الصومالية محمد عبد الله فرماجي رئيس الوزراء حكومة الصومالية حسن علي غيره ايا وحي كاقب قلينا مناسبة لقو مقعاب ايا قود دقا قلن ايا تاكول انت عيدا مدى حوق دالك الصومالية تاسو كان عدا مقالة دا مقدشو وركاتنا مقدشو وحكسو دري عبد العزيز إبراهيم أوكي وينها صوماليا محمد عبد الله محمد فرماجو ايا مقعابي قود دقا قلن ايا تاكول انت عيدا مدى قلبك سيدا كدب مناسبة حالي لغو قبطي دوكسيغا تابركا عيدنكا بليسكا جنرالكا هي اي مقالة دا مقدشو قدقا او مقعابي مدحوينا ايا وحايكا شاقين دونان برامشكا لغو يبوها يو عيدا مدى قرنكا وحانا قدقا قدوميو لغو مقعابي قدوميا قدقا تاكولاين تا عيدا مدى جنرال جامع محمد غالب هالكا قدومي كوحيغين او كيهاي شيغنور بارود قرحان مدحوينا رئيس وزراء حكومة دا قدوميا اقل كسارة حلبان نظر لبضا قولي وزيرada maamulka gobolka banaadir saraakiisha ciidamada iyo bulshada rayidka ayaa ka qayb galay munaasabad yaboh lagu sameeyay ciidamada jamhuuriyadda Soomaaliya waxaana akoona lacag lagu shubo lagu sameeyay xawaaladaha dalka Sheikh Nur Baruud Gurxan oo ah gudoomiyaha ku xigeenka gudiga taakulaynta ciidamada ayaa ka hadlay sida loo taakulayn karo ciidamada waxaana Sheikh Nur oo Carabka ku dhuftay inay ka hor imaan doonaan muushkina uu sheegay in xukuumadda laga wado قدوميا قبل كبنادر تابد عبد محمد ايا شاقاي ان تضبئي توانك الدقماء قبل كبنادر عيدو مدو ايقو يبو هايان سيداد كون او دولار اينا كاقب قادان ايان برامج كصندوق تاكولاين تا عيدو مدى رئيس وزراء حكومة دا صوماليا حسن علي غيره ودنكي سقودبت كجيدية برامج كصندوق يبو ها عيدو مدى ايا شاقاي ان تلابدا سياي تاهي مد مهيم وا لسباها ايا اوين تا عيدو مدى صوماليا ugu dambeyn madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya mudane maxamed abdullahi maxamed farmaajo ayaa hoosta ka xariiqay in talaabada taakulaynta ciidamada ay tahay waa cusub oo Soomaaliya u bariyay si sharafkeena iyo karaamadeena ay u soo noqoto waa inaan awood u lahaano inaan dhulkeenna cirkeenna iyo baddeenna aan gacanta ku hayno aan difaaci karno waxaan difaaci karaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliya waxa difaaci kara ciidanka qalabka sida difaaci kara laakiin ciidanku kaligiis ma difaaci kareen dal waxa lagu difaacaa laba arrimood waxa lagu difaacaa dhiig lagu bixiyo iyo dhaqaale lagu bixiyo dhiiggii waa bixiyeen waana bixinayaan kuwa badana waa qoranayna way bixi doonaan yaa dhaqaalaha bixinayaan dhaqaalaha waxay ka sugeynaa shisheeye dhaqaalaha annaga hayna dhaqaalaha idinka haya jeebabkeenna ugu wada jiraan ma ka soo bixinaa jeebab walaalayaal dadka muqdisho jooga iyo dadka soomaaliya jooga iyo dadka qurbaha jooga
هذا دوني سان دل شرف له أو أنا اللي كنت من الرب أو أنا ما جحول سماري سان لهين وحوي قف والبا وإنه كيفتي سقاطه هذه قف نفتي صهوري أو دي بي سو كداني وحلو بعيا إذا كنا بكب تاع واحد قالا هذا إذا قال به وحيرتها هاي إلى فتان إلى جو كدستان حالتها شرف حمو يا كرامة حمو إلى كدستان وحن وحن الليلة ولا ليال وأبنا هاي عينك الصوماليين مرحلة صومر وحن صوت جوجني عينك الصومالي الدفاع كريم ماهين سيد الرك رك ويا رك مقشع جل عينك الصوماليين قيب كسوقاتين لا تقالن كأما تاجرا جرمت كأبارة برامج كصندوق تاكولين تعيدة مدى أيا وحاوي هاي برامج هدي أو دقن قلو سي جوك تا أي عيدة مدى أهلي دوران مشارات كودا عبد عزيز إبراهيم حمد أوكي تي في جي يونيفرزال بقالة المقدشو وسيركا وسارة شاقادة يا رمها بولشادة يا سومالي لان محمد عبد الله أوبسي ورباهن تا كل هنا يا مقالة هرقيسا أيا وحاو كها ضي هبكا شاقا قريستي إيهادو أي سميان وعنا أوكا عصدي هذا هسي مركا أي دونا يان إن الشقراء قرطان المركا را عصيقا شقدا أي دونا يان أي كسو قران جرائد كمدلبات تضبات كور سي مركا سي قد دونا إساي أي أسي أغاتو إسلام مركا أنا أي أوتر تنتو أشقدا سي أد كسو قرطان جرائد كاسي وربحان تحت نوحا مقالا دا هرقيس إن وقصو دري عبد الرشيد عبد الوهاب حسين وزيرك وزاره الشقده يا رمها بلشده سومالي لان محمد عبد الله اوبزي وما انت جرجرايد كو قبطي حرونته وزاره الشقده يا رمها بلشده ايا وحاو كهادلي ان شركدها هايدها اي وليبا عدي لو شقيه قادنا سا شقاله اي غوبجو كا هاتو امتحانات اي كا قاديان ددك شقالها وزاره الشقده يا رمها بلشده سومالي لان وخي ما انت كدنبيه جاغا كاستا او كبناناتا هيئدها iyey shirkadaha kor aynu ku soo sheegney waa in ugu yaraan laba usbuuc lagu faafiyo wargeysyada wadaniga jagada banaan shuruudaha iyo wixii faahfaahinaya la xiriira shaqada banaan ee la baafinayo shuruudaheega iyo shaqadu noocay tahay intaba ugu yaraan laba usbuuc waa in lagu faafiyo wargeysyada maxalliga koow faqrada labaad xulashada araajida امتحان كأف أهان إيه قرال هامبا امتحان كوحو نقون كرا قرال وحو نقون كرا انترفيو إيه أف لبضبا امتحان كأف أهان إيه قرال هامبا إيه ترتمياشا جغوين كبنان وحو ودجير أس سمين إيه قدي ككوبان سد حبنود أرنت آذلوفا سد حبنود قدي ككوبان لبقف أولو شقيها كصعبا وهي أدى مقاضنا يسأل شقالة لبقوا فوق الصعودة إيوه سركال كصعودة وزارة الشقادية أرمها بالشد تحان كقرال كأي أفكا وضع السميني يعني ما سيدا يمكا جير دعضة وحوي لو شقيها سميستا امتحانك لو شقيها يا امتحانك قالة لو شقيها يا امتحانك الصحة وزارة الشقادية أرمها بالشد إيه دي هالكي محوها دي كم إذا هيد يعني ما رأيت إن أي جوب شو جا كان نقطة أي هي هذا هو أنتوا ذبحناك شقيا ما دعيتوا أنتوا هذا كبار فقرات دست هذا قدر كوكبي صدنا هذا حي شيء جيس الشقالين تترت ما ياش كقول يستا جقو ينك الشقو وح أنصحيا مركه أقويران لبح بنود وجود جف فقرات دل بعض أنكو صار شيء جنا سد حلا أقويران لبح بنود وقدر كان كوح السنين أي إسكور راعان أي نوض الصحيحان كوباد فقرة دي سكوباد بانو تشيدا قدب كصدونات فقرة دي سكوباد وحيشيه جيسا قف كستا او شقالة او كشقية الشركة ده ايه هي ادها ان دولد اهين وشقالة رايدك ايه حير كان اسامين تكولية وان لديوان قلية قف كشقالة وان لديوان قلية لغانا ايه شيس كبا وان لديوان قلية حقية لغا ديوان قلين ايه لغانا ديوان قليو حفيسك واحدة شقادة ايه حرير كشغالها رئيسك أي وزارة الشغالية أرمها بالشد هي لقد ديوان قليني عبد الرشيد عبد الوهاب حسين يونيفرسال تي في انت بادان قيبها قناع السيقاء اي مقالة بوساسو اي حرونتا قبل كبري اي البابادة ليسو قولها بي كدمركي قناع ستدو اي عبشاحو قن
ay ka muujiyaan lacaga dheeraada oo maamul goboleedkaasi Puntland uu ku soo ragay ganacsatadaasi. Warbixintaasna waxaa magaalada Boosaaso inooga soo diray Maxamed Maxamuud Madani. Inta badan xarumaha ganacsi ee ku yaalla suuqa weyn ee magaalada Boosaaso ayaa maanta iridada loo laabay kadib markii ay ganacsatadu diideen inay bixiyaan canshuuro dheeri ah oo ay dowladdu ku soo rogtay goobaha ganacsi. Ganacsatada ayaa maanta sabaysay gadood ay ku joojinayaan ganacsigooda, waxaana gebi ahaanba aan maanta la furin xarumaha ganacsi ee ku yaalla suuqa weyn ee magaalada Boosaaso oo inta badan bulshada magaalada Boosaaso ay u soo adeeg doontaan. Ganacsatada ayaa ka cabanaya canshuuro dheeri ah oo ay dowladdu ku soo rogtay goobaha ganacsi, gaar ahaana dhismaha ay degan yihiin oo laga qaadayo canshuuro sanadle ah, taasi oo ay sheegtay ganacsatadu in aysan awoodin. Wasaaradda Maaliyadda ayaan ka hadlin canshuurtan dheeriga ah ee ay cabashada ka muujiyeen ganacsatadu, waxaana arrintani ay ku soo aadaysaa xilli uu sare u kacay qiimaha lagu sarifo lacagaha qalaad. Mana ahan markii ugu horreysay oo cabasho caynkan oo kale ay ganacsatadu ka muujiso canshuuro ay dowladdu ku soo rogtay, waxaana horey dowladda iyo ganacsatadu ay ugu heshiiyeen in qiimo xaddidan loo sameeyo sarifka lacagaha qalaad si looga baaqsado sicir barar miciishada ku yimaada. Maxamed Madani, Universal TV, Boosaaso. Wasiirka isgaarsiinta ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed oo wareysi gaarsiinaya TV-ga Universal ayaa waxa uu ka hadlay qaabka sharciga ee markaasi isgaarsiinta ee la horgeyn doono baarlamaanka federaalka Soomaaliya dhowaan, waxaana uu ka codsaday dowladda Soomaaliya in marka hore ay dhageysato dalabaadka iyo markaasi talooyinka ay soo jeedinayaan maamul goboleedyada. Si warbixinta uu magaalada Muqdisho uga soo diray Sakariya Maxamuud. Aragtida iyo talooyinka ay ka qabaan shacabka iyo madaxda dowladda maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya, sharciga isgaarsiinta qaranka ayuu ku sheegay Maxamed Cumar Zeytuun, wasiirka wasaaradda isgaarsiinta ee maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya, in madaxda dowladda federaalka looga baahan yahay inay tixgeliso dhageysiga ku aadan waxyaabaha ay ka qabaan sharcigaasi oo dhowaan la horgeyn doono xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya, taasu ujeedadu ay tahay inay meelmariyaan xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya. Laakiin waxa uu ku baaqayaa wasiirka intaan la horgeynin ka hor sharcigaasi xildhibaanada in fursad loo siiyo aragtida shacabka iyo madaxda maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Waxay shacabka Koonfur Galbeed soo jeedinayaan talooyin fara badan oo ku aadan sharciga warsigaarsiinta qaranka. Midaas runtii waxaanu jecel lahay in la dhageysto wixii ay bulshada Koonfur Galbeed qabto in lagu daro oo sharciga oo ummadda iyo dalka dan u ah. Runtii sharciganna markii la qoray waxaa laga qoray bulshada Soomaaliyeed, yacni maaragtay ay dhexdeeda laga sameeyey. Talooyinka maamuladu ay ka soo bixinayaan sharcigan lagaga doodo intaan baarlamaanka la geynin, laguna maaragtay ay arrintaas lagu lafaguro laguna dhammaystiro wixii talooyinka wasaaradaha iyo maamulada ka imaanaya ee ku aadan sharciga warisgaarsiinta qaranka. Shantii bishii lixaad 2017 shir lagu qabtay magaalada Muqdisho oo looga hadlayay arrimaha isgaarsiinta dalka ayaa mar kale lagu ballamay in bishan uu ka furmo magaalada Kismaayo, taasoo ujeedadu ay ahayd in lagu soo bandhigo aragtida dowladaha maamul goboleedyada dalka ay ka qabaan sharcigan. Runtii shirkaasi shir wuxuu ahaa muhima go'aanaana ka soo baxay iyo qodobo lagu heshiiyey baa jiray, waxaana ka mid ahaa in lagu qabto shirka xiga magaalada Kismaayo. Runtii shirkaasi muhim buu ahaa, talooyinka iyo fikradaha ka imanaya dhammaan isteediyada dalka baana arrintaas la rabay inaanu ku lafagurno lagaga doodo. Shirkaasi waa taageersannahay in la qabtaan ku baaqaynaa, inaan la jiidin baan ku baaqaynaa. Ee dadka jiidaya ee shirkaasi dibdhaca iyo jiidista ku hayana inay ka daayaan baan ugu baaqaynaa. Zakariya Maxamuud, Timcaada, Universal TV, Muqdisho. Deeq raashin ayaa waxaa loo qeybiyey dadka danyarta ee ku nool xaafadaha degmada Caabudwaq ee gobolka Galgaduud iyo sidoo kale dadka barakacayaasha iyaguna ku sugan xerooyinka ku yaalla degmadaasi. Sida warbixintan uu Caabudwaq uga soo diray Mahad Xasan Diini. 700 qoys oo ka mid ah dadka danyarta, gaar ahaan kuwii ay saameeyeen abaarihii ku dhuftay Soomaaliya, xoolihiina ay ka dhammaadeen, ayaa maanta lasoo gaarsiiyey deeq mucaawinaha si loo badbaadiyo dadkaasi masaakiinta abaaruhu ay saameeyeen.
أيضا أنت بدنا ضد كان اللي جسوا حوالي لحد حافظات إدمج ماذا عوض غيكو كومنتا يسدوا كلا كام كي يحريها ضد كبرك عياش يكونوا ليهين كواسو مدوين كوجود بين ظروف على ضد يسدوا كلا حاضر نقول أي سو وجهين ضد كان مساكين تاء وحنا قيس والبقى كم إذا ضد جابت قوس من إيراشين كان اللوق يبني يقع أنت لجس عري شن إلا باتن كيلو بريس شن إلا باتن كيلو سكر شن إلا باتن كيلو أبرة لما عاجو سريدة أفرح بقى تمر يسدوا كلا قصع عن اللي ذا سيا وقف عيد السنة أنا طبعا شبه هذا قيس كبرك عياش ما ترسو جرسي إيراشين كني عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن وكم إذا ضدك الدغن اللي لصو وكيشة يا شرح يا شنو مركان كارلي عند الرشين كان معاون هذا أسود يبتم ساكين تاني يصدق كله ترد وكوكو عيني هاي ما أنت واحد شو نرى مرة الرواق بجدود واحد سوق الرشين الدق فضاب غور الرشينة اللي وصل على الجواب مرة قويش عند حسي الحملة الوطنية السعودية لا ما بذكره سحب سمي وأنكرني مرة الرواق وإن شاء الله واحد رشينا حتى وحن خوضنا حوله يتنظيم في يدك في ديزنتي إن شاء الله واحد رشينا إن دولة بقول قويس إن السن نظام له وحفظ ميله إن شاء الله رشينا كله الآن لا واحد خبرين من فوق لا قال بريا سدوا كل قار كم إذا ذاك الدين ارتاح معاونا على سوق غارسيا يا يبونا درن كودك هالله dadkii noo keenay ilaahay inuu ugu mahadinay dadkii noo keenay inuu ugu mahadinay beerta waxa ay ugu soo aaday saddex haaf oo raashin ah iyo laba caad iyo caad oo baalkii ka wada xaalada iyo saddex markii ma sii intii yar ee tagay kamera waxaan ilaahay ugu mahadinaynaa anta noo keetay timita cabitaanka saliidda fariiska burka يا ليه يقوم هذينا وعنا يقوم هذينا شغالتي عن عارفين السودوين حملة ودنيا أنبذي أيوه كل ما نار إلى هذا النقطة أي بدر الله الله حسن أي محب شجر يا نيجا أنا جوا هاي شجر حوالي يا عمرو أكل الجاي وهدي راهي يا عمرو حيكني سليم فوق صنفر بو شعبتان تيمين قيس انتي مدا قيس كوا كبر وقيس جاي وانا كدر جايا عظمات هدي الله خصي إلهي العظمات والله كبر ينا يقدر خير بره ورجينا ينا امر الله راجع عقل قال الله وطاني ماذا حسن ديني تلفشك على مجاه يونيفرسال عبدوا كنا واسدح بقول قيس وكسو بركة يا أولادها يا بارها كجرا قبل هذا لح أي واحد كسو جيهن دكان كلا يرادو حنان بره وكثير سان قبل كجل جدودا ده كاسي أي واحد كعبنا يعني حالا نور الحم أكو هاي سهل كاسي سيد وربيعون تنو هالكسو قصو دري محمد عبد الولي توحو حنان بره وهاس دع مجال دور سمرة بحرن تقبل كجل جدودا يا مدوين كان دمبه waxaa ku soo badanayay dad aad u fara badan oo badan kood xoolahi ku waayay abaartii baanayd ee soo martay guud ahaan dhulka Soomaalidu degto sidaas darteedna waxaa batay dadka reer miyiga ah ee soo galay magaalooyinkaasi ay u helaan biyo iyo baad ku filan hay'adaha deegaanka Xanaanbuure oo ka mid ah meelaha ay soo gaareen dadka reer guuraaga ah ayaa waxaa ka jirta xaalad nolol xumo oo aad u baahsan halkani waa kaamka horyaal waxaa ku nool dad ka soo barakacay colaadaha iyo abaaraha ka jira gobolada Hiiraan iyo Mudug ee bartamaha Soomaaliya kuna taala duleedka deegaanka Xanaanbuure ee gobolka Galgaduud waxaana ay u badan yihiin caruur iyo haween aan haysan iminka hooy iyo cunto ku filan waxaana ay codsadeen dhamaantood in caawimaad degdeg ah lala soo gaaro hadaba mar ay umurahani ka hadlayeen waxa ay yiraahdeen بقول نفعلني بقول كي حاجة كبحين وا إسكت بختي إن هذيك دادت كدجان ككمي ذا دجان ككمي ذاين وحولي أوارو كدميين أريه هذا أنا وحوا هذا أريه وكمان هين وحوا أساسه كمان نالا مر كدت كمش عم بان دجان كمي جان دجانين وان سكوز مر كحولي نقدر ما ذا أنا وحنا كسر دوان مش بيه هلا إن ساس درت مر كدت كهذا ولي ودجان كأصلاح هين حولك نقدر ما ذا qaar baa wali wada ku soo jira soo socda marka waxaan caalamka ku codsanaynaa in macnaha iyo jaaliyadaha dadka adduunka inay caawimaad nala soo gaaraan iyo gargaar dad waxaan nahay Soomaaliyeed oo aad u tabaaleysan una baahan maanta Soomaali badigeed waa dad xooti ah oo qariyada Xanaanbuure ku nool oo agoon iyo xayir isugu jira oo qaxooti ah oo qaarna abaarihi ku ay roobay qarna oo sidoodaba dhoradan yare isaga ahaayo dadku isku dhex noolay Hiiraan iyo Mudug iyo meelahaas iska gaayimaadi ilaa xarar dheere Xuur ilaa meesha la yiraahdo Gumar
أنت شباب قاي سوا كسوق أحد ذاتكم خان عطسنا إن أذون كوا خان كعطسنا إن معاون دق دق إن الله سيو عن قبض ما كرمنا قال أكيد سبوا شش كذاتك هوس هوس دوبين يهاي مالك كويد أنا مالك مالك قارص أنا مالك مالك مارك تقطعك أنا مالك بهي وحقون لهاي المالك إننا بوح أجب ما هيستان وحتى كلينا مثلاً جالي إذا مارك تاي سوماليات كوا حتى قبل كل شيء لما أنتوا عن قاصنا إن إنه قرب تقدر نوصل سمايان ولا عليهن ولا له ضبهم بعنا أرض بعثيسن أبارة هذلك سوماليا كده عيوة أجيان هذنا قاسيات قبل كان أبارة كده عادي هذنا هل كان وحي مدوها يدو من مثلاً بهل أوقات وحي هذا أوه من مثلاً وما الدار ماشان سقط كل قدوة كل وادا خوتي حلو هذي وادا مادن واي حيامين هل باكو صوغ على ماشي كو حيامين وكسر لابتين وحيامين حدنا حوله وادا فين وحلا وح ماشان سقط وعي وأقول أبهد وعجز حرية رح عيرة وعماري أن حول قبيل وقبل أن أولاد لهي وعير أن حول قبيل محمد عبد الولي توحو تلفشن كعالم جاه ينو فارسل لو سمراب أرضي سقو جرتا ويل يا قبله لما يستيا حفظن تا قرآن ككريم كأه يا برشاد أحاديث تنبي جينا نبتقلي أن حريز كور كيسا عاتي أي واحد مناسبة لوجو قبل تاي ماشي اللي راه ذو دقمة دا برصالة هيك ترسان جوبل كاسي مدوجا سيدور بيحند الله هالك سوقا صدري سعيد عبد الله نضارة مناسبة دانو من بلارنا يا كذا عدد دقمة برصالة جوبل كمدوج وحنا لوجو دي رجلني عرضي واحد كبرت دوسيجا محمد رسول الله أن حريسي أنا بتقول يكور كيسا عاتي مناسبة دوسيهر سلالو سوقا سمي يا واحد كسوق يبقي علماء معلمين والدين يا عرضي واحد كبرت دوسيجا يعني مدرسة دان وحال أصاصي لبادي يكون يلا بيه طبعاً كي بشي صدحات إلى أنت أصيّ أساساً تاي أرضي لحد أنا ياك قال الجبسي أرضي داسي واد ذا شيء عن لي النهاي إلى يا بركيه وارد واد ذالي ذلك إن الدين تيلا هنا في درنا أنا كنت ذلك على مانتين رسول صلى الله عليه وسلم حبيب خيركم من تعلم القرآن وعلمه وحاينكم خير بضان خفك البرتاش خيركم من تعلم القرآن قرآنك خفك البرتاش يعني كم خير بضان وعلمه ذكر بضان يعني معلمين توي خيركم من تعلم القرآن وعلمه وحاوية قرآنك بضان إياه وكو عمل فضايا هذا نظر في قاسيني وحروك الرادية وحروك كسع وحروك خير بضان وعلمه صوت وعيتها القرآن كي ببرتي هذا نظر في مصيبري مرك القرآن هو حوي يعني وشيء آدي آد هوين أو مهمة أنا لكن الدور يو صغيرا أو كبيرا هنا برمو دوكسي عن أكويا لدقمة برسالة أيها الأساس اللي بدي يكون يلا بيه طبعاً كي وحنا القرآن كريم كي حدث كبرتي عرضي بدن وشكوش رويلة اللي قبله عرضي ذا أيها مناسبة دوكسوا بندقي آيات القرآن كريم كم ذا أحاديث إيا قصيدوين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب المبين قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وغلقنا يوسف عبد الله كل من دارا يونيفرسال تي في قال كعيو مناسبة لغو سودوين ايا تاغير ايال كسو بيري حسبيغا معارض كايو وداني ايا وحا لغو قبطايا اما قال دا برعو سيدا وربحوت هالكاسو وغسو دري علي داهر محمد بوس حفلت بلارنو سير سرا لوسو اغا سمي دلو عده دون اهيد سودوين تا تاغير ايال تردو دو قار ايسو شم بقلو روح او كسو بيري حسبيغا وداني ايا كدعدين ايو برع هوتل اما قال دا برعو
waxaana ka soo qayb galay odayaasha haweenka dhalinyarada iyo wax garadka beesha degta deegaanada dhagax dheer dhariyeley iyo taalabuur ee gobolka Togdheer sidoo kale hoggaanka sare ee xisbiga mucaaradka wadani ayaa ka qayb galay munaasabadaasi waxaana ugu horeyn ka hadlay munaasabada bulshada soo qaban qaabisay xafladaasi sidoo kale waxaa ka hadlay madasha mas'uuliyiin ka mid ah xisbiga wadani ugu dambeyntii waxaa ka hadlay munaasabadaasi hoggaamiyaha xisbiga wadani Xirsi Cali Xaaji Xasan iyo musharaxa madaxweynaha ee xisbigaasi wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro oo tilmaamay hannaanka siyaasadeed uu ku shaqaynayo xisbiga wadani maanta qabyaaladnigu may kasban may kasban qarash iyo qadanigu may kasban qadyad bay nagu kasbadeen Cabdiraxmaan Cirro xisbiga wadani waa kulayaynaan walla qaybsanayna walla shaqaysanayna waa u qabaynayna dagaal kuma jiro waxaan u doonaynaa nin dalka loo dejiya mas-uulaha madaxdaha wadani maruhu waa ceebe maamuus milkiya sharaf iyagaa loogu majeertaayo maamul xumo iyagaa looga baran oo wax maasuqeyna mowqifkeena waa inaan wadani mahada raacna mir kalena xasuus mudan inaan maanta gelinaaye ilaahii mugaadsadeyba waa soo madow yahay maydhaq iyo mudkub shalay cuno iyo macashi raacdeeye musharaca kumbiya waa midaan meela ku wacnay xuduuddooda iyo xooggoodaba ku biiriyaan xisbi Ramadaan waxa ugu horeysa ruuca baayiga galbeed ma karanaya waa mid nabar unbaa dara horeyna yeelanahay laakiin ruuca waa ahaa mid ogu leeyahay soo dhawaada soo dhawaada waan ku faraxsanahay sahankii aanu dirnay mar haddaan ku guulaysanay waxaan leeyahay hambaniyo hambaniyo waxaan leeyahay xisbiga waa xisbigiinni meesha halkan caawa nagu casuutay ee xafladda ku qabatay ee iyadu iskeed soo qabsatay ee iyadu garatay inay xisbiga timaado aad baan looga mahadnaqay qof kasta xaq u leeyahay inuu aragtidiisa siyaasiga ah uu soo bandhigo oo exercise gareeyo waad ku mahadsantihiin aad iyo aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin sida fiican ee dareenka muwaadinimada iyo dimuqraadiyadda iyo horumar kale shalay qoran sameeyo dal koomiye wasiyabaalba waxaan lahaa yelinay siyaasadda cid baa nagu dul fadhisantina ciddina waan ku wataa waa durugelayna haddana la dhigayo dibdhac farbadan jiro aan iskuullada laga shaqayn caafimaadka laga shaqayn iyo horumarka kaaneed ee halkan caawa xafladda ku qabtay aanaa nagu casuumay aad iyo aad baa ugu mahadsantihiin xaqiiqaha oo muuqata isbedel isbedel ugu dhan yahay in laga guuro qoloqolada in loo guuro xisbinimada inay tijaabiyaan aragtiyadooda tijaabiyaan inay u dooraan dalka iyo dadka hadba kaay isleeyihin kanaa maanta ku haboon aad u mahadsantihiin cusub baa qortay oo aan somalilan ilaaqina rodee midnimada somalilan ee gudguurka dagaalnimada iyo xisbinimada intaba muddada ay ku qabqaabiyeen dhalinyarada iyo odayaashii aan uhuma oona mudda ka yar 12 saacadood waxay mujinaysaa awoodda ay leeyihiin dhalinyarada iyo dadkaa soo abaabulay xafladda Cali Daahir Maxamed Boos TV-ga Universal bro isla wadan ayaan ku jirnaa gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro ayaa waxay soo kormeereen annadiga akhriska iyo qoraalka ee la yiraahdo halkaran sida warbixinta ay burca iyadana uga soo dirtay barwaaqo Aadan Maxamed waqti uu hogaaminaya gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani mudane Cabdiraxmaan Cabdillaahi Cirro ayna weheliyeen hogaamiyaha xisbiga iyo mas-uuliyiin kale ayaa kormeer indhaindhayn iyo xog wareysiga ku tagay naadiga akhriska iyo qoraalka halkaraam ee magaalada Burco waxaana halkaasi warbixino kala duwan oo ku salaysan duruufa ay tabayaan naadiga akhriska iyo qoraalka halkaraan ay kaga dhagaystay gudoomiyaha naadigaasi Mustafa Magaalo waxaanu yidhi baahiyaadku sidii ugu soo kala horreeyaan baa loo gura tartan baanu qabanay bishii Ramadaan la isku dhex gelinayo dugsiyada hoose dhexe ee magaalada 16 iskuul baa ku tartamay 16 ka iskuul ay ku tartamay magaalada Burco 3 iskuul ayaa kaalmaha ugu horeeya ka galay 3da iskuul ardaydoodii ayaa abaalmarintii la siin lahaa waxa naga balan qaaday markii hore oo aanu xisbiyada u geeyney xisbiga kulmiye $1,300 bay ahayd
لكن بلانتاسي لما فلين مرقا واحد شعلا يحسبك وضني أو أها بلانتا إن على سجل لفتر كيس عصو كإنه عطسي إنتان حسبك سوبر قاعدين بحسب كل مية يري وحب حسب كلاه وجينا أنا قاعد إنتم بولا غاضية حتى الآن ندل يرضوا هالكلام ما هيسو عطسي جاس واحد شعلا إن لقف يدو باهداس أو لقدا بولا والعكس هكون يسدح بقولنا حسبك ودني وانا صوب بندقنا إنه عطسي جاي سوق نجاق بلو أدي حسبك هراء عنو كاركويني إنه نجاق بلو أي عطسي جاسي باهدا سون بايم كتاعن هي باهدا بوجاكتا وحن سدوا كلا تعال هاي دليرهان دليره ده مجال ده برعه هذه تشر وحي تعشى هو أي مرة والب كديرة تا إنه تاجر ده وجوه نو في دسو عدة بلنقات كرون تاوس سمسة عرقتو إنه أي دليرة تا يباهيات كدليرة ده أد وجو دلاليسو بقى حسب قوادنا نو حنو عرقنا إنه كم دي هاي ما هو يهاي بحسب دين على دليرة وجود دلالك بدل حسب دليرة فر بدل أو قوية هلا أي كم وقضان صفقة هراء أو المسؤولين تيس حتى كم ديهن مركا تاسنا ونكوهم بلينا وحانو قدامي حسب معارض كايا ودان مدان عبد الرحمن عبد الله عيرا يا هل كاسكة جوابي قارك مذا باهي يوصل بندقين نادي آخر سكي القرآن كهال كران نادي أنا سلي هاي وملها أقون تيل بحني ما دوك أساس ما دجال المدام بسوق لين إلا هل كسوق جرسين ونكوهم بلينا يا كل يوم أنا أقول اللي يرد وقف فرعون تيا تريدوا دم قرني لكن كل يوم أول شيء بيجا قال وهم ما هنا يعني لك يعني نادية وهي كلا أنا قوم كرنا إن شاء الله والله قوانينا أقول رئيسه طلب كنا ما أنت كل يوم سدح بقولا دولارا أنا وسيد كل مية بلغ هذا ما إنما ترى السير نادي لا يخليه. برواق هذا محمد تيفي عالم جاين وفرسل ما قال هذا برعو. إسلام ودنا أيام ولي كجرنا يا وحش الصوت ترى يا تاجر هذا يو كسب يرد حسب جا معارض كودني يدو مناسبة سيد الصوت كلا لا كسب دوينا يا تاجر يا الكسب يرد حسب جا سو واحد كلا عضي ما قال هذا برعو سيد على باص ورك المركز كسب dowrkii maalmooda aan ka soo gudubnay waxa soo badanayay taageerayaasha tirada badan ee ku biiraya xisbiga mucaaradka wadani habeenkii xalay waxa xaflad ballaaran oo si heer sare ah loo soo agaasimay loogu qabtay hotel cigaal ee waqooyiga magaalada Burco taageerayaal ka soo digarogtay xisbiga kulmiye kura biiray xisbiga wadani waxa ka qayb galay munaasabadaasi inta badan bulshada degta deegaanada waqooyiga Burco sidoo kale hoggaanka sare ee xisbiga wadani ayaa ka qayb galay munaasabadda waxaana ka hadlay munaasabadaasi xubno kamid ah taageerayaasha soo qaban qaabiyay sidoo kale waxa ka hadlay madasha gudoomiyaha gobolka Togdheer ee xisbiga wadani Xuseen Kaahin Xayid iyo gudoomiyaha garabka haweenka ee xisbiga wadani ee gobolka Togdheer Lucky Haashi Karinle dhamaadkii munaasabadaasi waxa ka hadlay kaaliyaha warbaahinta ee musharaxa madaxweynaha xisbiga wadani Muniir Axmed Cigaal hoggaamiyaha xisbiga wadani Xirsi Cali Haaji Xasan iyo musharaxa madaxweynaha xisbiga wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro caawa aniga waxay ii tahay farxad gaar ah aan la soo koobi karin dhalinyarada faraha badan ee quruxda iyo qiimaha leh waxaan leenahay ku soo dhawaada xisbiga wadani oo ah xisbi qaran oo Soomaaliland ka dhexeeya cidna aanay gaar lahayn أنا محن فيان وهاي أورك ككوبان معلمين أرديدا كان عندها أرديدا بسيرة سري يودم ما بهوي تكلم دوين إيه برشلونة أورك لي كتب مركيو وأركي إيه وكوك أنا عايز يصدق حسب جوداني وح أورك أنا صدي إله حدود ديزا فكر إيه مسكة إله نجرة بستاجو حسب جو معارضة إيه وداني أنا قدومي هري وعيد قرم في القيان شمال على الحزين حلعا وستة وصلوا في بيرانك كعدين هنا عند الحسبي قوضاني هاي مرقا قدام وصلك تمادين ونفتي ني سيف كريسل وطل كي سيف كريسل على كي سيف كريسل وهم بهات سيفتي بيت تبقى لك حتى تالي إن قرد تغرطان كم فضل وعلى وقفة مليئة بيت هو حتى تغرطان مياه إلى مدينة الأقبيالات دولة تبقى
gudoomiyaha ku-xigeenka arrimaha siyaasadda iyo amniga ee gobolka Banaadir iyo gudoomiyaha degmada Xamarweyne ayaa waxay soo kormeereen isbitaalka Martini ee magaalada Muqdisho. Maxamed Cabdinaasir Cayaanle ayaa warkan waxuu ka soo diray magaalada Muqdisho. gudoomiye ku-xigeenka siyaasadda ee amniga maamulka gobolka Banaadir gudoomiyaha degmada Xamarweyne ayaa maanta kormeeray isbitaalka Martini ee degmada Xamarweyne ka oo dib u dhis lagu sameeyay isla markaana la dhameystiray qayb ahaan qalabkii lagu howlgelin lahaa. maamulka ayaa mid u tagay qaybaha kala duwan ee isbitaalka iyagoo warbixin ka dhageystay maamulka gacanta ku haya isbitaalka Martini. gudoomiyaha degmada Xamarweyne Cumar Shariif Jeeg ayaa sheegay in isbitaalka Martini uu noqon doono mid u adeega dhammaan bulshada Soomaaliyeed, gaar ahaan dadka ku dhaqan degmada Xamarweyne iyo degmooyinka kale dariska la ah. Waa isbitaalkii weynaa ee Soomaaliya, isbitaal Martini, oo muddo 22 sano inta dagaalada jireen uusan furmin. Waxay xukuumadda Soomaaliya iyo maamulka gobolka Banaadirbo ay aad iyo aad u soo dhaweynayaan si isbitaalada Banaadirka Muqdisho sida loo wada furi lahaa degmooyinka oo dhan. waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta in ay madaxdii gobolka Banaadir ay soo booqdaan isbitaalkii Martini si dib loogu furo, markaas ay ugu adeegaan shacabka degan Xamarweyne, Waaberi, Xamar Jajab, inta degmo oo erio la ah oo isbitaal la'aan ah. waxay aad iyo aad marka ay maamulka gobolka Banaadir ugu shaqeynayaan habeen iyo maalin ugu soo taagan yihiin si maslaxadda shacabka gobolka Banaadir ay u heli lahaayeen. sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka siyaasadda iyo amniga maamulka gobolka Banaadir Saalax Sheekh Axmed. waxa uu sheegay in isbitaalka Martini la howlgelin doono waqtiyada soo aadan si loogu adeego shacabka Soomaaliyeed. maanta waxaa lagu sameeyay nasiib wanaaga dib u dhis aad u wanaagsan oo aad aan u cajiibnay, qalab casri ah oo nooc walba ah. isbitaalka baahi weyna loo qabay magaalada bartamaheeda, xaafadaha ku wareegsan, sida gudoomiye Cumar u sheegay, baahi weyn loo qabo. isbitaalku wuxuu ku dhow yahay in la dhameystiro oo furitaankiisii waqti aan fogeyn ayaa la furi doonaa. marka waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa dadka soo shaqeeyay iyo hay-adda maalgelisay iyo shaqaalihii ka shaqeeyay oo suuragelisay in maanta isbitaal aad u wanaagsan oo heer sare ah oo qalabka u dambeeyay caafimaadka laga helo. waxaa kaloo isbitaalka aad iyo aad u jeclaysanay habka u dhisan yahay oo kala baxsan yahay, jardiinooyin fiican leh, dhismayaal aad loo habeeyey yaalaan. marka waxaan rajeynaynaa in dhowaan la furo oo ummadda Soomaalida oo Xamar degan ay aad iyo aad uga faa'iidaysato. isbitaalka Martini ayaa ka mid ahaa isbitaaladii uu saameeyey dagaaladii sokeeyey dalka ka dhacay, hase ahaatee helay dib u dhiska. maxamed cabdinaasir cayaanle, TV-ga Universal, magaalada Muqdisho. maamul goboleedka Puntland ayaa waxay ku dhawaaqeen inay diidan yihiin inay kasoo horjeedaan qodobadii laga soo saaray shirkii markaasi xeerka lagu dhaqayo isgaarsiinta Soomaaliya ee dhowaan lagu qabtay magaalada Muqdisho. Omar Maxamed Soomane ayaa warkan wuxuu ka soo diray Garoowe. wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta, isgaarsiinta, hidaha iyo dhaqanka dowladda Puntland Cabdirasaaq Shire Ismaaciil Sheekh Adun ayaa maanta xafiiska wasaaradda ee magaalada Garoowe shir jiraayad ugu qabtay baaxda saxaafadda, isagoo ka warramay qodobo uu ku cuskanayo inay Puntland si adag uga hortimid shirkii xeerka lagu dhaqayo isgaarsiinta Soomaaliya ee dhowaan lagu qabtay magaalada Muqdisho.
شركاسي او وفد كسعود بنتلان اي قيب كاهايين حدنا وزير كوحيجين كوحا او شاقة ان قضبادا كسعوبة شركاسي ان بنتلان لقلتشان يدو قضبادا شركة لهرقيي حبناها قلها حكومة دا دولة دا سوماليا وغهرين وزير كوحيجين كوحا او كوار رمي سبب تحلقان كاينتاي وحا او كد ديني هاي قضبادا شركاسي كسعوبة حي شركاسي او كساب سناء استراتيجيد حيركن اللو وجهدونا وحبلانتو هايد ان دولة قبلية كانو حيرك دي بلو وسعليو وأنا كغير بقادنا أنا وكدولة هانا يشيل كذا هيك إسقارسين يعد أخو زي سبعة وحنكون بلنا شركة عاية مالها كسمايو ودولة قبل ذي ايه هالكاسي متقنا ايه دولة فدرالكا اللغة الشناعة حير كاسي سيان أوجينو فكر كأنه قبلنا تاس مدعين واحد عادي وشركة عصب وسارة إسقارسين تو وسقو عن نقلات الشن وسقو عن لبرك بلني عن وهي عن كوبلنا بلنت واحد شركة وركصوب بحي وهرير مري una xeerki u geeyay ee golaha wasiirada taasina waxay ku tahay in meel ka dhacay ku tahay in aan ka qayb galkayagi iyo ka qayb qaadashadii laga waayo xeerkaasi sidoo kale wasiirku xigeenka warfaafinta Puntland waxa uu sheegay inuu soo dhaweynayo wajiga labaad ee shirka xeerka isgaarsiinta Soomaaliya kaasi oo dhawaan lagu qaban doono magaalada Kismaayo ee xarunta kumeel gaarka ee Jubaland sidoo kale shirki ka dhacay magaalada Kismaayo oo aan diyaar loo ahaa in la aado ee wasaaradda isgaarsiinta Soomaaliya waxay isku dayaysaa inay xagal daaciso si aan loo helin dowlad goboleedyadu inay fikirkooda ay halkaas geeyaan waxaanu leenahay in sharciigaas uma aha sharci aanu ku heshiin maaha waa sharci xaraana mana qaybna kama aha dowladda Puntland qayb kama aha doonto qaybna kama aanu nihin sidoo kale waxaanu ayidayna shirki magaalada Kismaayo ee lagu qaban doono waa lama taabtan shirkaas wuxuu ahaa shirka soo baxay istaraatiijiyad dowlad goboleedyada ee dowlad Soomaaliya aan ku heshiinay in shirkaas lagu qabto magaalada Kismaayo cid walba oo isku dayday inay xagal daaciso shirkaasi ama ay dana kale mataqaana wadata ma aqbalayna ugu dambeyn wasiirku xigeenka warfaafinta waxa uu digniin adag u diray xubno ka mid ah beesha caalamka kuwaas oo uu sheegay inay dhaqaale ku bixinayaan sidii xeerkaasi uu ku dhaqangeli lahaa waxaan ugu baaqaynaa dowladda federaalka wasaaradda isgaarsiinta golahooda wasiirada iyo baarlamaankaba in arintaasi mataqaana inta laga heshiinayo mataqaana aan dib mataqaana dib looga fiirsado sidoo kale waxaanu ku xoojinaynaa qolyahan mataqaana xeerkan ee dawada ka riixayay oo ah donoriska sida World Bank iyo mataqaana dadka ay khusaysay oo mataqaana xeerkan maal gelinayay inay ka fiirsadaan in xeeran loo dhameeyin inay wax ku bixiyaanin inay mataqaana dhiirigeliyaanin waayo waa xeeran loo dhameeyin Umar Maxamed Soomane wararka telefishinka caalamiga Universal Garowe wasiirku xogeenka wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland Xasan Xuseen oo gaaray magaalada Ceyrigaabo ee xarunta gobolka Sanaag ayaa waxa uu soo kormeeray dhismayaasha cusub ee markaasi isbitaalka guud ee magaalada Ceyrigaabo warbixintaasna waxa magaalada Ceyrigaabo inooga soo diray Yuusuf Cabdi Xasan Cade wasiirku xigeenka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Xasan Xuseen oo maalintii shalay soo gaaray magaalada madaxda gobolka Sanaag Ceyrigaabo ayaa saaka soo kormeeray mashruucda ISDF ka fulinaysa cusbitaalka guud ee magaalada Ceyrigaabo iyo sidoo kale bukaanada jiifa cusbitaalka Ceyrigaabo waxaana kormeerkaasi kadib warbaahinta la hadlay agaasimaha cusbitaalka Ceyrigaabo Ismaaciil Saleeban Bowkax iyo Faisal Faraade oo ka mid ah saraakiisha SDF kuwaas oo ka warbixiyay sida ay hawshu u socoto sheegana in dhismihii cusbitaalku haatan marayo meel gabo-gabo ah waxaana hadalladoodii ka mid ahaa sidan runtii farxad bay noo tahay chance-ka aad noogu timaadeen wasiir aan aad iyo aad iyo aadna waan idin soo dhaweynaynaa horta guud ahaan cusbitaalka dhismihiisi maanta gabo-gabo ku dhow yahay ama waxa ka hadhay waxa weeyaan wax 70% ka yar runtii guud ahaan reer Ceyrigaabo ahaan iyo gobol Sanaag ahaanba aad iyo aad baan uga mahadnaqaynaa wasaaradda caafimaadku tacabkay gelisay gobolka Sanaag oo aan oran karno runtii kulli labadii sano u dambeeyay adeega ugu badan ee caafimaadka laga qabtay waxa nasiib u helay Sool iyo Sanaag taana wasiir waan idinka mahadcelinaynaa dhismayaashii cusbitaalka Ceyrigaabo sidaagaas u jeegay 70% waa la qabtay wax aad u yar baa haray waxyaabaha haray waxa ugu weyn waxa weeyaan 4 dhisme oo cusub oo markii hore loogu talagalay in la xibeer laga dhigo laakiin aanu aragnay in aanay xibeerka qaadanaynin oo la dumiyo ayaa wasiir maxay tahay waxa hadhay ugu weyn
ugu dambeyntii waxa halkaasii ka hadlay wasiirka xigeenka wasaaradda caafimaadka Xasan Xuseen oo ka warbixiyay ujeedada socdaalkiisa iyo kormeerkan uu ku soo maray dhismayaasha ka socda isbitaalka Ceeri Gaabo. Anagu waxa weeyaan socodkayagu waxa weeyaan hadaba soconaa oo si aan xoojinaynaa wixii ka socday Ceeri Gaabo iyo Lascaanood oo maan u soconaa. Marka dareeca gaaba aad doona siibada iman leh oo adeeg isbitaalka halmanka soo arkay soo dhigay ku dhamaado waxe ka maqana oo dhameystiro waxaan leeyahay waxa ka mid noqonayaan hay'adaha aan caasimada iyo leh gobolada kale inay ka helaan waxaan bal sool iyo sanad iyo wasaaradda tixgelinta weyn basis wiilina wasiirayna marka kormeerkeega uu ku socono SDF iyo madaxda oo socono iyo dhakhaatiirta aan wada socono waxa weeyaan xoojinta dadgelinta sidii loo dhameystiri lahaa hawsha qacanta lagu hayo. Haddana imika waxaa iga muuqda intaan soo arkay meel fiican bay maraysaa. Yuusuf Cabdi Xasan Cabdi telefishinka caalamiga Universal magaalada Ceeri Gaabo. Intaas ayaan daawadeen waxaan ku soo gabagabeynaa warkeenna idinkaga imaanaya telefishinka Universal studiisa ku yaala magaalada London. Anigoo talwaayana waa nadala socodsiinayay intaan warkan warka xiga haddii alaawada la ogolaado aan daawadayaal mar kale ku wada kulmi doono. dhammaantood waxaan u dalnaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.